السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخبار عاجلة من المالية للموظفين وأصحاب المعاشات صرف فروق عشر آلاف جنيه فروق علاوة 2017 من 2017 حتى 2024 بدون قضايا تعالوا نشاهد المستحقات المالية والمستندات الأحباب الكرام في كل مكان بنزف لكم خبر يسعد الموظفين بالخدمة ومن خرجوا معاش زيادة 150 جنيه في المرتب وفروق من 2017 حتى الآن تصل ل 10000 جنيه وبدون قضايا ومعانا المستندات المؤيدة لذلك بس قبل ما ندخل في تفاصيل الخبر نأمل من حضراتكم تشير الخبر على صفحتكم الشخصية وعمل لايك والاشتراك في القناة إذا كنت لسه ما اشتركتش وتفعيل الجرس بالضغط على كلمة كل يصلكم إشعارات جديدة بكل ما هو جديد الأحباب الكرام أصدرت الإدارة المركزية للتشريع المالي بوزارة المالية كتابها رقم 126 الصادر في 19 واحد 2023 والمتضمن بأنه لا مانع من تعميم ما جاء بالقانون رقم 16 لسنة 2017 الخاص بالآتي المواد الخامسة والسابعة والثامنة من القانون رقم 16 لسنة 2017 الصادر في 14-5-2017 بضم علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وعليه يتعين صرف كافة المستحقات المالية للمعلمين وما في مستواهم وما في مستواهم بالتربية والتعليم الخاضعين للقانون 155 لسنة 2007 والمعلمين بالازهر الشريف الخاضعين للقانون 156 لسنة 2007 يتم صرف كافة المستحقات المالية على اساس المرتب في 1/7/2016 وليس على اساس 2014 وذلك بعد ضم علاوة القانون 16 لسنة 2017 اعتبارا من اجل شهر يناير 2023 وصرف الفروق الماليه التي قد تزيد عن 10000 جنيه عند الكثير من الزملاء وهي الفروق الماليه من 1/7/2016 حتى الان هذا امر لجميع الزملاء المعلمين بالتربيه والتعليم والازهر الشريف الجدير بالذكر ان العديد من الزملاء المعلمين رفعوا دعاوى قضائيه بخصوص هذه العلاوه والفروق الماليه بعض الزملاء صرفوا ونفذوا الاحكام والكثير من الزملاء لم يتمكنوا من تنفيذ الحكم، لكن بعد قرار وزاره الماليه بتعميم القانون رقم 16 لسنه 2017، اصبح لا حاجه لتحريك الدعاوي القضائيه، وعلى السيد وزير التربيه والتعليم اصدار قرار مماثل لما تم بالازهر الشريف، وتعميمه على جميع الادارات والمديريات التعليميه. اترك لحضراتكم صوره من القانون رقم 16 لسنة 2017 للإطلاع عليه، هذا وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.